انه الحرب في ولايه جنوب كردفان من 83 لغايه عام 2005 راحت ضحيتها اعظم الكوادر البشريه او الموارد البشريه اللي كانت بتعتمد عليها الولايه، مثل المعلمين والمهندسين الزراعيين والبياطره والفنيين والحرفيين. دول ضاهوا ضحايا بتاعت الحرب اللي دي الحرب الاولى، دي بسموها الحرب الاولى. جاءت الحرب الثانيه اللي بدت في سنه 2011 اللي هو الحرب اللي اطلع على اصطلاحا بكتمه 6/6، دي سببت مشاكل امنيه كثيره جدا جدا، سببت نزوح وسببت اشكالات اذنيه في 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 جنوب كردفان، سببت اشكالات عشان يتم معالجتها محتاجة لزمن طويل جدا جدا. فشلنا في بناء الدولة الحديثة حتى تاريخ الثورة. لكن جاءت الثورة السودانية بحبة جماهيرية المرة دي من الأقاليم السودانية، ونجحت الثورة في اختلاء نظام ظل جاسم على صدر الشعب السوداني 30 سنة، وصمم الشعب السوداني بكلياته على تجاوز الأخطاء التاريخية اللي وقعت فيها الثورات السودانية اللي جت سابقا، مثل ثورة 64، ثورة 85، اللي بموجبها تم إسقاط أنظمة سياسية دكتاتورية عنصرية بغيضة، والاتيان بأنظمة بديلة شبيهة للأنظمة التامة إصغاثها دون معالجة ومخاطبة جذور الأزمة السودانية. أي دولة حديثة عندها ثلاثة عناصر: الأرض، مصدر الثروات، الشعب، مصدر الفكر والثقافة والفنون والهوية، والنظام السياسي، النظام السياسي مصدر السيادة ومصدر الحكم ومصدر الإرادة. وأي دولة تفتقد واحد من الثلاثة أركان تفتقد تعريف الدولة. في فترات الاستقلال ظل النزاع موجود بين الأرض والشعب والنظام السياسي. انفصال جنوب السودان، انفصال جنوب السودان كأرض وشعب هو نتيجة للنظام السياسي. ولو قال عندنا دولة اسمها دولة السودان الحديث ما كان يمكن أن نفقد ثلث أرض السودان. ما ممكن كان نفقد ثلث شعب السودان. لأن النزاع القانوني في الأصل هو بينشأ ما بين المواطن والمؤسسات اللي بتقدم خدمة، فطالما إنه في نظام فاسد متجاوز لحكم القانون زي نظام المؤتمر الوطني فبالضرورة النزاع بيكون موجود، وطالما النزاع ما بين طرفين غير متساويين في القوة أكيد الكفة بتكون للشخص اللي بيمتلك القوة. يعني الليلة الليلة الأخرى ده يعني الناحية الرمزية ده كان مملكة سلطنة الزرقاء، جبال النوبة رمزية ده كان مملكة تقل، المسبحات رمزية ده كانت كردفان دارفور. إذا واحدة من أصدار النزاعات في السودان إنه الإرث التاريخي السوداني الكبير والعميق تم حذفه من بناء دولة السودان. ما هي المشكلة السودانية؟ المشكلة السودانية بتتمثل في إنه ما في كيان، ما في كيان سياسي مدني حقيقي يضم في طياته معظم مكونات الشعب السوداني. انبنى خرج المستعمر الاجنبي وجه مستعمر
داخلي بنفس الاجنده. وجات الحكومات المتآغبه مشت في نفس المنوال، وكانت الهدف الاساسي منها هي المحافظه على المكتسبات التاريخيه، المحافظه على الوضعيه التاريخيه المأزومه بكل تجلياتها. هو اعلان حريه وتغيير، وكل القوى السياسيه الحاددين بما فيهم الحركات المسلحه، شوفوا شكل السودان ده عامل كيف، وكيف انه احنا نفكر عشان نخرج من المأزق الحقيقي ده. هذا الوضع اقل خساره ممكن نطلع بها من الوضع ده لو نحن تعمدنا في التعامل مع الدوله السودانيه بالعقليه التاريخيه. اقل خساره ممكن نطلع بها في البلد دي هو حرب طاهنه، وهو حرب الكل ضد الكل، وربما تكون تشرذم الدوله السودانيه الى دوله. رسالتنا في الحاجه دي انه لا بد من مواجهه الحقائق، لا بد من الاجابه على الاسئله التاريخيه الجوهريه اللي انت لما تصحبها بتخليك تعالج القضايا المصيريه لكل الشعوب المقهوره على مستوى الدوله السودانيه. ولا بد من المحاسبه القانونيه السليمه لكل شخص ساهم في ان السودان يصل لمرحله الحريه.